ايوه بصحتك وربنا يبارك فيك وبرنامجك المحترم. الله يبارك في دلوقتي حضرتك. احنا يعني فعلا مع القصاص، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشهداء امين يا رب. ويربط على قلوب ذويهم وان ياتي اليهم حقهم. ويمكن الشيخ حسان محمد حسان قال كلمه طيبه، قال ان هذه مؤامره، قال ان في حد بيخطط يعني تحدث هذه الجريمه على ارض بورسعيد، وهذا ما قلناه. يعني واحنا نعلم ان الموضوع اكبر من ماتش كوره، موضوع اكبر بكثير جدا جدا من ماتش كوره. بس النيابه يا اكرم بيه ما وصلتش للكلام اللي حضرتك بتقوله. النيابه لما احالت وقرار الاحاله قدامنا بيقول ان الـ 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 في يوم 1/3/2012 بدرجه قسم المناخ محافظه بورسعيد، اولا المتهمون من الاول الى 61 قتلوا واخرون مجهولون. المجني علي محمد احمد عبد الحميد سري عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الاهلي الالتراس انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوه امامهم، واعدوا لهذا الغرض اسلحه بيضاء مختلفه الانواع ومواد مفرقعه شماريخ وباراشوتات وصواريخ ناريه وقطع من الحجاره وادوات اخرى مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي ايقنوا سلفا قدومهم اليه لحضور مباراه كره القدم بين فريقي النادي الاهلي والنادي المصري، واثر اطلاق الحكم لصفاره نهايه المباراه هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم. ده قرار الاحاله ما فيهوش مؤامره، ما فيهوش المؤامره من الجماهير ضد الجماهير، ولكنها ليس مؤامره خارجيه يا اكرم بيه. لا هقول لحضرتك حاجه، معظم الكلام اللي موجود يعني استحاله كان يقدر يدخل بالوضع اللي موجود الا لما يكون في تواطؤ مع الامن. ما احنا قلنا ان في ترهل امني، قلنا يعني. لا مش ترهل، لا 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 ترهل، يبقى احنا بسطنا القضيه تماما. لا يوجد ترهل، ويعني موضوع اكبر بكثير جدا جدا من الترهل. قرار واحنا قلنا حتى في تقريرنا في لجنه تخصص الحقائق ان ده كان لابد من الغاء المباراه، والغاء المباراه ده بايد اثنين بورقه فاضيه. عارف لو ورقه مكتوبه ما عليهاش اي اشعار جت من بورسعيد قالت الغوا المباراه كانت المباراه اتلغت. اقول لحضرتك حاجه، مدير الامن وده الكلام ده في ايده والاتحاد، يعني المفروض الاتحاد الولايه هيلغي يا اكرم بيه. هو هيلغي ازاي اذا كان ما جالوش تعليمات بالغاء المباراه؟ يبقى الامور ماشيه طبيعيه. لكن ما هو كانش متابع، يعني الاتحاد المفروض متابع للامر اللي يحدث. يعني هو ما هوش شايف الاحداث، يعني الشحن الشديد مش من الاستاذ مجدي، من غيره من الاعلاميين اللي قعدوا يشحنوا وقت طويل جدا جدا من الفيسبوك، من الوضع اللي موجود. واعتقد ده يعني من متابع للاحداث وعارف ايه اللي حصل في الماتش اللي قبلها بسنة. يعني مش هنختلف يعني في النقطه يعني دي، ولكن هو ناتي الحاجه الثانيه، ما كانش في كردون موجود من الامن. دي حقيقه، اول مره كلنا قلنا كده كثيرا، وكنا بنشرف بوجود حضرتك كلاعب يعني كابتن كبير. احنا كان لابد في المباريات الوديه المرور بيتغير على طريق على شهر، دي حقيقه ما تغيرش. يعني هل التواطؤ الترهل هيبقى من القرار ومن موجود عدم مرور ومفيش كردون ومفيش تفتيش، ويفتح البوابه الشرقيه وافتح البوابه الغربيه واسمح للناس تنزل واقفل البوابه لا ودي ظابط واحد، ودي ظابط يعني واحد مهام، ادي ظابط واحد حضرتك يا اكرم بيه ترهل، ادي ظابط واحد مهام ثلاث بوابات بعاد عن بعض بمسافات بعيده جدا، عشان وهو معاه الوحيد اللي معاه المفاتيح وممنوع حد يفتح غيره. ده كلام برضو مش ولا مخطط له ولا امن. هل ترى ان ده ترهل؟ انا متخيل ان البدايه دي، يعني ده الاحاله، انا يعني ده شيء جيد، لان اعتقد هيدافعهم وهيبص كل واحد لنفسه، اللي كان شايف نفسه من التحقيقات اللي اتعملت معاه في مجلس الشعب والتحقيقات اللي اتعملت معاه في النيابه ان هو يعني بريء، هيعرف ان دلوقتي قدامه خطوره، هيظهر لينا حاجات هيثبتها الوقت. طيب احنا عايزين لجنه تخصص الحقائق اللي كانت مكلفه، في موضوع الشهداء والمصابين. احنا انشغلنا بقالنا شهر ونص ما عملناش حاجه للشهداء والمصابين.
في احداث في ثوره 25 يناير. احنا تشكيل اللجنه كان مشكل لهنا شغلنا ببورسعيد. طبعا مش معناها ان احنا زعلانين شغلنا ببورسعيد، لكن لا يعني في حد وجهنا، في توجيه. ده هذا الامر مهم جدا جدا، واعتقد الكلام ده واضح جدا في كلام الشيخ حسان. هل من بورسعيد في ناس مجرمه؟ اه في مجرم، ناس مجرمه احنا مش عايزينهم. يجري القانون على الكل. احنا لو انا يعني ليا دور يطبق عليه القانون، لو ابني ليه دور يطبق عليه القانون، مش هندافع عن حد ولا يجرمنكم شنعان. هي دي على الا تعدلوا اعدله هو اقرب للتقوى. ده صدق الله العظيم. ده كلام، ده كلام، ده كلام محترم. خلينا نبدا من هنا بس يا فندم، يا فندم خلينا نبدا عشان ما هتسال، هتسال الاستاذ عمرو الشبكي اللي اكتشف الحديد اللي ملحوم قبلها بيومين انا وهو. يا فندم الحديد اللي ملحوم، الحديد يعني معناها ان احنا يعني كناس بندور على الحقيقه. يا بقى تمام يا اكرم بيه، دم اللي مات يا سياده النائب. خلينا نخش، في نقطه ايجابيه يا اكرم بيه بعد اذن سعادتك. تمام. يعني احنا حكينا الكلام ده وحكيناه كتير، وبقالنا على مدار من يعني من اول الحادثه ما حصلت. للامانه طبعا انا مع احترام لحضراتكم عايز اقول الايجابيات وننسى السلبيات. بالظبط كده. الهجوم الاعلامي اللي كان على بورسعيد كان شديد. احنا مش هنعتقد نامل يعني حتى اخر حلقه انا كنت فيها قلت خلاص نقفل هذا الباب وما حدش عاد يتكلم في الموضوع ده، ونتكلم في ان البلد تنصلح، نبني بلدنا، شبابنا المحترم في الالتراس المصري والالتراس الاهلي والزمالك وجميع الالتراس يبنوا البلد. هم دول يعني درع قوي ان يبني البلد. عندهم افكار وعندهم عقول وعندهم مجهود يوجه توجيه جيد لبناء الوطن كلنا. نبني بلدنا بدل ما نتناحر ويبقى فيه زي ما حضرتك بتقول يقطعوا قناه السويس او يرفعوا العلم الاسرائيلي، يعني تتقطع ايد اللي يرفع العلم الاسرائيلي في اي مكان على ارض الوطن. بالظبط كده. تتقطع ايده تماما. بالظبط. انا لما بلغت بهذا الامر في نفس الليله قلت لهم يا جماعه يعني يتحرق فورا العلم الاسرائيلي، ومش ممكن بورسعيد اللي هي طردت اسرائيل وهي لها خاصيه خاصه مع لا والتفكير في قطع قناه السويس يا اكرم بيه ده كلام غير مقبول. غير مقبول من عاقل او مجنون او اي حد. ده كلام ايام الاستنزاف هي اللي ضربت ايلات بورسعيد، هي اللي ضربت يا فندم من خلال يعني من خلال التاريخ النضالي لبورسعيد. يا فندم احنا دلوقتي بنتكلم في لا مجتمع نقبل، لا نقبل احنا بنتكلم في شيء بنتكلم ولا تاريخنا يتدنس يا فندم. احنا اي حد يخطئ، احنا عايزين الله ينور عليك، عايزين دائما الصح يبقى هو الصح، مش عايزين تمام. نقعد يعني ايه نحول نحول الخطا الى صح من خلال تاريخ. احنا تمام. مخطئين في حق بلدنا كلنا، لان احنا اعتمدنا على التاريخ وتركنا المستقبل ما بنتكلمش وما بنعملوش. فخلينا دلوقتي نتكلم في اجابات. كيف انتوا النهارده جلستوا جلسه مع السيد رئيس الوزراء؟ تمام. الجلسه دي خرجت بيها بايه؟ وفي نفس الوقت احساسك يعني احساسك من هذه الجلسه؟ المشكله كانت بورسعيد بتعاقب ان ما لهاش محافظ لغايه دلوقتي. ايوه. ورئيس الوزراء وعد ان في خلال ساعات يكون فيها محافظ. تمام. لان ده اول ايجابيه من الايجابيات الموجوده. جميل. اما موضوع الكوره هو قال انا ما اقدرش اتكلم في الكوره لان الكوره دي يعني الاتحاد هو المسؤول عن يتكلم في الكوره، والفيفا هي اللي تتكلم في الكوره، الحكومه مش من حقها تتكلم في الكوره. لا يا فندم اكرم بيه مع احترام يا فندم بعد اذن سعادتك معلش فضل. بعد اذن سعادتك انا اعلم ان حضرتك لست كروي بدرجه كبيره، وغيرك من النواب ليسوا عالمي ببطون كره القدم ولا الرياضه بدرجه نقدر نقول ان انتوا تستطيعوا ان انتوا تتكلموا فيها باستفاضه زي ما تتكلموا في السياسه ومعاناه الناس. لكن اللي انا عايز اقوله ان الكوره هي سبب حادث في منتهى الخطوره. كيف اذا كان سياده معالي رئيس الوزراء واذا كان حضراتكم رايحين عشان محافظ بس يعين، وكيف لا تتكرر هذه الحادثه؟ وازاي مش بس بورسعيد، سيب حضرتك من ان المصري ينزل درجه 10 يا رب دي مش قضيه، ولا ان الكره تتلغي في مصر كلها، انما ازاي ما تتكررش في مباراه وديه حتى في خمسه بيلعبوا خمسه في الشارع زي ما كنا بنلعب زمان، ازاي ما تتكررش هذه الحادثه في وسط المفاهيم اللي موجوده فيها اللي موجوده داخل المجتمع المصري، وفي وسط التغير الشديد للاولاد الصغيره اللي سهل قيادتهم لاي سكه، ازاي تطرقتوا للموضوع ده
وهو الاهم. انا ما يهمنيش يجي محافظ، المحافظ هيجي النهارده هيجي بكره، انما هيجي. ده موضوع ده كان مهم، ده موضوع يهم اهالي بورسعيد. انا بتكلم على مصر كلها فندم. لا 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 لا، يعني الاهالي في بورسعيد بقالهم 47 يوم بدون محافظ، ده مشكله بالنسبه لنا ومرتبطه بالكوره، لان المحافظ ما جاش الشال نتيجه الخطا اللي حصل في ماتش الكوره، وبالتالي توقفت حياه كثيره جدا جدا في بورسعيد أفندم نتيجه هذا. افندم المظاهرات خرجت مره اخرى، المظاهرات خرجت مره اخرى بتشتم في النادي الاهلي من جوه بورسعيد. غلط ده الكلام، ما احنا بنقول غلط. ازاي هنعالجه يا فندم؟ ازاي ده هنعالجه؟ اتمنى من حضرتك ان لا تخرج مباريات مظاهرات تمشي تهاجم في النادي الاهلي، ولا تخرج مباريات من النادي الاهلي تهاجم في المصري ولا في الزمالك ولا في الاسماعيلي ولا في اي حد. هنعالجه ازاي يا فندم؟ تعالى ناخد هؤلاء الشباب الحلوين دول ونلزمهم وطننا، نبني بيهم بلدنا. يعني انا من الحاجات الايجابيه اللي النهارده كنت بتكلم فيها معالي رئيس الوزراء، قلت له ايام لجنه السياسات تم الحجر على واحد بتاع مستودع سيارات، مخزن سيارات. الراجل ده بقى له 20 سنه، فرخصوا الواحد تبع لجنه السياسات ولغوا الراجل ده ان يجددوا له في الترخيص. لما اتلغى الترخيص فضل عنده اكتر من 70 سياره، حلها بالنسبه له قانونا دلوقتي ياخدها يرميها البحر. فانا قلت لرئيس الوزراء انا هطلب من حضرتك طلب، رخص للراجل ده، وبدل ما نرمي السيارات دي نديها تعويض للشهداء بتوع ماتش الاهلي والمصري. وقدمت له المذكره دي على اساس يرخص للراجل، والشهداء اللي ماتوا كل واحد ياخد سياره. اكرم بيه، بعد اذن سعادتك، فكره جيده، لكن برضو في مفاوضات انا سمعت عنها بتدور بين كامل ابو علي كرئيس سابق او حالي للنادي المصري مع النادي الاهلي لتعويض الشهداء، لكن الامر الان ليس تعويض الشهداء. اكرم بيه، الامر الان كيف لا يتكرر هذا المشهد مره اخرى؟ كيف نزيل الاحتقان اللي موجود؟ كيف بعد 40 او 45 يوم او قبلها بخمس ست ايام بيطلع مظاهرات تانية بتقول يا كابتن بتشتم في الاهلي، وهيطلع من الاهلي يشتمه في المصري؟ يبقى احنا ما حلناش حاجه. محترم انت، شخص محترم، ويعني كابتن محترم فندم، ربنا يخليك. تتكلم كلام علشان تجمع الناس، في غير حضرتك بيقول ان بورسعيد دي ما حاربتش 56. ناخد يا فندم ناخد بقى، ناخد نقعد مع رئيس الوزراء نقول لهم عايزين هذا الاعلام اللي هو مدمر يتلغى، ويسمح بالاعلام البناء اللي زي حضرتك يفكر ويجمع. انا مره في حلقه من الحلقات مع الاستاذ هادي خشبه قلت يا جماعه انا ما عنديش مانع الم النواب بتوعي واروح اقابل مجلس اداره النادي الاهلي، كان مبادرة. الكلام ده قلته من ثلاث أسابيع. طب النهاردة على سبيل المثال ما اجتمعش بيك الكابتن حسن حمدي، ما قعدش مع نواب بورسعيد. أنا ما شفتوش. مع حضرتك ما شفتوش، هو كان موجود هناك، قعد مع السيد رئيس الوزراء وخد بعضه ومشي، ما قعدش معاكم. هو حر بقى. ما هو يا فندم يعني لا يا أكرم يا أكرم بيه. ومع ذلك يا أكرم بيه أرجوك. لا زالت أيدينا ممدودة. بص لبناء جسور يا اكرم بيه، انا عايز اقول لسعادتك حاجه. الرسول عليه الصلاه والسلام اتهان في مكه واتضرب وادمت قدماه بالدماء وتم طرده من ارضه، من بلده، من مكه، وراح المدينه واتعملت عليه مؤامرات وكل ذلك وكل هذا، رجع مكه تاني فاتح وغازي، وقال لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، اذهبوا فانتم الطلقاء. ده خلى بيت ابو سفيان من يدخل بيت ابي سفيان الكافر فهو امن. انا مش عايز اقول تقول لي هو حر وهو يقول لك انت حر، الكلام ده يا فندم خلينا. يا فندم حضرتك ما كملتش الفرق. انا بقول لا زالت ايدينا ممدوده لبناء جسور الحب والود مع كل مصر، مع كل انسان في مصر. نحن نحب هذا الوطن حبا شديدا، ونحاول أن نصلحه بكل الوسائل، وعلينا أن نضحي بأنفسنا ونترك ذات أنفسنا. حضرتك أنا قعدت مع الأستاذ هادي خشبة وظللت أسمع كلام، يعني حضرتك لو رجعت البرنامج ستسمع أن هناك من تطاول على شخصي، ولكن اعتبرت ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى لعلي أربط على قلوب بعض الناس، وأن أحاول أبني جسور تصلح هذا الوطن وتبنيه. نحن نريد إصلاح
ونريد بناء، لا نريد خلاف، ولا نريد انتصار لانفسنا، ولا نريد ان الواحد يقول انا غلبتهم وجيت في التلفزيون وغلبت فلان او غلبت فلان. هو ده الكلام. لا اريد ان اكسب موقف، ولكنني اريد ان اكسب قلب، وان اكسب حياه، وان ابني جسور صلح مع الناس كلها. بلدي بلد الخير، مصر كلها لا تستحق هذه. طب اكرم بيه، عايز اسال سعادتك، عايز اسال سعادتك سؤال يا فندم دلوقتي. طبعا. لو كان بعد اسبوع بالظبط، وللاسف يعني ايه حصل حل اتحاد الكوره، انتوا الاجتماع اللي عملتوه عشان يتخذ قرار بإقالة اتحاد كرة القدم كان تاني يوم على طول مش كده؟ تقريبا كان تقريبا تاني يوم. تاني يوم يوم الخميس. يوم المباراة كانت يوم الأربعاء. الأربعاء يوم الخميس. ويوم الخميس تم حصل اجتماع وتم إقالة اتحاد المصري كرة القدم، فما كانش كان صعب الاتحاد ياخد قرار. لكن عايز أقول إن لو كان تم اتخاذ قرار في التوقيت ده تاني يوم بعدها بيومين بأي حاجة، ما كانش حد يعترض، لأن كانت الدماء ساخنة، وكان الموضوع الامر كان جلل، وكان الناس كلها متعاطفه ازاي يحدث ده جوه استاد كوره، ناس راحت تتفرج ايا كان مين المخطئ، انما الناس راحت تتفرج وخرجت جايه جثث هامده. احنا لا. مع تطبيق اللوائح. انا لا عايز انا دي يا فندم، واسع اللوائح، انا عايز دي، انا عايز اوصل لك اللوائح. عايز اوصل لك المعلومه يا اكرم بيه. عايز اقول ان ليكوا دور مهم جدا، تقعدوا مع الناس تفاهموهم هناك خطا، اي قرار يطلع لازم تقبلوه. انا ما اعرفش ايه القرار، لان انا لست قرار. انا لست يا فندم. لا مش اي فندم. قرار لو هو قرار ماشي مع اللوائح فانا لابد غصب عن البلد كلها. يا اكرم بيه، اللوائح زياده عن اللوائح انت هتقبله؟ تسيبني انا اوضح لحضرتك، لان دي شغلتي انا. انا لست صاحب قرار. ولكني أوضح لحضرتك الأمور ماشية إزاي. اللوائح تقبل كل شيء، عشان حضرتك بس تبقى في صورة في عالم كرة القدم. أنت لست مطلع على لوائح كرة القدم. أنا بقول لحضرتك لوائح كرة القدم فيها كل شيء اللي حضرتك تتخيله واللي حضرتك لا تتخيله بالنسبة للاتحاد الدولي وبالنسبة لائحة الاتحاد المصري. يعني ممكن ما تديش عقوبة خالص، وممكن والله ده موجود. انا بكلمك في كلام غريب بصراحه. انا بكلم حضرتك في كلام موجود، ما كلام موجود. يعني واحد ممكن يطرد ياخد مباراتين، واحد تاني نفس الطرد ياخد اربع مباريات طبقا للحاله وطبقا لتقرير الحكم. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، العقوبات النهارده اللي هتطلع انا ما يهمنيش ايه هي. انا لا اطلب ان النادي المصري يشطب من التاريخ، ولا اطلب ان مدينه بورسعيد تحرم من الرياضه، مش ده اللي انا بطلبه. لكن اللي بطلبه ان نتوحد ونفهم الناس اللي مش فاهمه نفهمها ان اي قرار هيصدر بصرف النظر، انا مدينه بورسعيد ليست مش عايشه على كره القدم. مدينه بورسعيد النهارده بيتعمل لها رحلات عشان تنتعش الاقتصاد وتعود ويعود التسوق مره اخرى لمدينه بورسعيد. ما ده نتيجه ايه؟ ما نتيجة خطأ حدث من بعض الجهلة. من بعض واحد يروح يمون من سيارة يقولوا له ما انت بورسعيد مش همون لك يا فندم. لا نتيجة يا فندم يعني انت تتعامل في الاعلام مهم جدا. انا معاك يا اكرم بيه. انا عايز اقول ايه، ان انت لا تخاطب العقول كلها بقدر واحد. يعني الرسالة الاعلامية من الحكيم ستقضي على فتن كثيرة جدا. يبقى اذا انتم وأنتم نواب الشعب في هذه المرحلة اللي في منتهى الخطورة، عليكم أدوار مهمة جدا. عليكم أن هذا ما نقوم به، تجلسوا مع أهل ساعدونا يا فندم. يعني ما ينفعش يا أستاذ مجدي إن أنا أجي أقول للناس يا جماعة اهدوا ما حدش يعمل حاجة، وبص في التلفزيون واحد قاعد هو الحمد لله دلوقتي ما فيش مباريات كره قدم، واصبحت مباراه كره القدم في ال 45 يوم او 47 يوم اللي فاتوا هي بورسعيد ومشكله بورسعيد. مباريات القدم كلها كل القنوات الرياضيه اللي بتشتغل دلوقتي بتشتغل ما عندهاش ماتيريال تشتغل عليها. كلام حضرتك. يبقى انت تعمل ايه بقى؟ يبقى انت يعني تحاول يمسك الميكروفون ويقعد يشتم في البلد دي يا اكرم بيه. يبقى انت تخيل الرد الفعل ايه؟ انا مع حضرتك ان انا لابد ان انا اعمل فعل عشان الفعل يبقى رد فعله ثابت كويس وهادئ. انا محتاج افعال، مش محتاج ان اعمل افعال تخلي رد الفعل اسوأ. بص يا اكرم بيه، انت وصلت الى جمله في منتهى الاهميه لو مسكناها وتناقشنا فيها هتلاقيها انها في منتهى الاهميه. انت قلت لا يوجد ماتيريال.
أنا بقى كنائب ومن حقي أن أتحدث مع المسؤولين سواء في الرياضة أو في السياسة أو في التموين أو في الصناعة أو في أي مكان، ده حقك الطبيعي اللي كفله لك الدستور، إلا الله أعلم أما يكتب جديد هيحصل فيه إيه، لكن إحنا بنتكلم اختارك فيها دكتور. لا الله يبارك فيك، الله يخليك. أنا 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 اللي أنا اللي حاطين إنه يختار حد رياضي من المية. لا لا لازم لازم يبقى الرياضة ليها تمثيل يا فندم، لكن أنا عايز أقول إيه؟ قايلين عايز أقول إيه يا فندم؟ عايز أقول إن أنت بتقول مفيش ماتيريال، كيف أوجد الماتيريال اللي يقضي على الكلام ده؟ إزاي أهدي بقى وأبتدي أدور على الماتيريال يبقى متواجد؟ إزاي حضرتك أشوف أخلي الناس تنشغل عن الكلام الكتير فيه؟ خلاص تمت الإحالة وتم إحالة المتهمين، القضاء هيفصل ويقول كلمته في الموضوع يا أكرم بيه. أيوه. النهاردة المفروض إحنا نبطل راضيين بحكم القضاء. الله ينور عليك، النهاردة بقى المفروض نبطل. بص يا فندم نبطل كلام، هنبطل كلام امتى؟ لما نجد ماتش جديد، لما نجد كلام متعلقوا عليه، اما نجد كلام اخر يا فندم. لا انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ مجدي، حضرتك شخصيه محترمه، الله يبارك في حضرتك، قدرات عاليه جدا، الله يكرمك، تيجي مع بعض نحط فكره نعلل المصيبه اللي احنا فيها دي، تكون بدايه نخاطب الشباب الجميل بتاع الالتراس هنا والالتراس هنا اللي موجود في في مصر كلها، اللي الناس اللي في ناس قاعده تهاجمه هجوم شديد جدا يا ريت. وناخد فيهم الايجابيات الجميله اللي عندهم ونتحاور معاهم ازاي نصلح الوطن ككل، مش الرياضه وبس، الرياضه والوطن وكله، يبقى الرياضه بالاخلاق الجميله والسلوكيات الطيبه بالجسد السليم صح. نقدر نصلح هذا الوطن. يا ريت نعمل حلقه انا وحضرتك نفكر مع بعض ازاي نستثمر هذه الطاقات النيره والاراده السليمه والقلب الصافي وحبه لهذا الوطن والانتماء لفريقه. هنخلي الانتماء بتاعنا لمصر، فريقنا هو مصر كلها، نبني البلد دي ونفهم مفهوم الرياضة. الرياضة مش كده، الرياضة لا تعصب، ولا هي الرياضة ما اتخلقتش لا للتعصب ولا اتخلقت للشتيمة ولا اتخلقت هدف. المسألة الحلقة دي احنا في بداية يا فندم محتاجين انا مع حضرتك، انا عندي استعداد احط ايدي في ايد اي حد عشان خاطر هذا الوطن، احنا ما عندناش باسبور تاني يا اكرم بيه. احنا مش لو حصل حاجة هناخد بعضنا ونسافر، ما عندناش حاجة تاني غير البلد دي، والبلد دي احنا قاعدين فيها لحد ما نموت، مش هنروح ولا نيجي في اي حتة، لان احسن بلد باذن الله هنبنيها بالفعل يا فندم. يلا نبتدي. الجون اللي انت جبته في 90 الرياضه نجيبه في بناء الوطن، يا ريت يا فندم، عالم جديد، يا ريت عالم جديد للبلد. طيب يعني ايه اللي ممكن تعملوه في المرحله اللي جايه عشان يعني النهارده احنا من دورنا، هل هتروحوا النادي الاهلي؟ هل هتروحوا النادي الاهلي؟ انا بقول لحضرتك من ولا هتستنى دعوه من النادي الاهلي ولا قناتك الجميله المحترمه؟ الدعوه في يدك اكرم الشاعر ومن معه من النواب ال 12 بإذن الله جاهزين يروحوا للنادي الأهلي. أنا اتصلت بأسر الشهداء أو حوالي 5-6 وكلمتهم، ويعني في تواصل بيني وبينهم وبسأل ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم. على فكرة يا فندم أسر الشهداء أشادت بناس كثيرين داخل بورسعيد، خدوهم وودوهم ودوروا على أولادهم معاهم ورجعوا معاهم مصر لحد ما وصلوهم. الكلام محترم، لكن احنا دلوقتي عدد المتبرعين بالدم كان اكثر من الاكياس اللي موجوده في المستشفى. انا الجوانب الايجابيه دي رائعه، احنا عايزين الناس اللي عايزه نسمن عليها، هنسمن عليها، بس الناس اللي عايزه تشتغل سلبي ضد الجوانب الايجابيه دي، اللي بتخرج اللي ملاش لازمه انها تخرج، اللي دلوقتي سقف طموحها علي في ان ما يبقاش في عقاب نتيجة التأخير في اتخاذ القرار. لا 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 لا، ما خروجهم، قول لي خروجهم معناه ايه يا اكرم بيه؟ اللي هي يعني وفقا للوائح المقبولة ان شاء الله. ما خروجهم معناه ايه يا اكرم بيه؟ خروجهم معناه ايه؟ لا ما انا بقول لحضرتك حاجة، ما واحد يعني ايه، ما تزعلش انت نفسك، هتزعل لو اتشطب النادي المصري ولا مش هتزعل؟ يا فندم كلام يا فندم، انا معاك، لكن احنا عايزين هتزعل ولا مش هتزعل؟ انت مش حضرتك قلت يقول ايه اتشطب النادي المصري؟ انت بتهيج الناس، انت بتعمل ايه؟ ايه البناء اللي انت بتبنيه؟ يعني هو يا جماعه احنا نتفق على القرارات والقوانين واللوائح اللي بتطلع. طيب
معنى كده سؤال. معنى كده يا اكرم بيه ان واحد طالع يرمي يقول اتشطب النادي المصري يقوم التانيين طالعين عشان يقولوا لا ده لو اتشطب هيحصل كذا؟ يعني المساله في النهايه استعراض قوه ولا ايه؟ انا عايز افهم هو بيقولها ليه؟ ايه الهدف من اللي يقولها؟ هو عايز دي؟ ما هو اصلا كان موجود. انا مش بيقول انا هو مش اصلا كان موجود في النظام البائد اللي كان موجود وهو جزء من النظام اللي بنى اللي كسر في البلد. فلابد هو يستكمل هذا النظام، يستكمل هذا. ما انا عشان كده بقول لحضرتك احنا شغلنا عن المحاكمه ولجنه تقصي الحقائق. طيب لما نتكلم في 25 يناير لبورسعيد اكيد ده مش هزار، ده حد بيوجهنا. طب لما نتكلم في الايجابيات، عايز اقول لحضرتك حاجه. انت هل تعلم ان نشاط كره القدم وبعض الانشطه الاخرى في الالعاب الاخرى طايره وباسكت وهاندبول والحاجات اللي هي محدش يعني القليل من مشجعينها ومحبيها هم اللي يفهموا فيها، هل تتخيل ان الناشئين اللي هم البراعم تحت 12 سنه و14 سنه و15 سنه لا يمارسوا رياضه كره القدم منذ 45 يوم؟ هل ده طبيعي؟ هل ده ما فيش حد يفكر فيه ويقول يا جماعه رجعوا ان ده الناس؟ انا كنت في مؤتمر راجع من الدوحه، مؤتمر الامن والسلامه للملاعب الرياضيه والرياضه للرياضه. الناس مين اللي يرجع الكلام ده بقى؟ مين يا فندم؟ اهل الشهداء. طب ما تروحوا لهم يا فندم. يا فندم اهل ال 74 شهيد يقولوا لنا رجعوا الكوره انا موافق. يا فندم انتوا بقى عليكوا دور كنواب بورسعيد الاول، دول يقولوا لنا يا فندم الكوره انا موافق. يا فندم انت بقى كنائب في بورسعيد، حدث المفروض انك انت بتستقبل الضيف والزائر وانت رجل مسلم قبل ما تبقى بورسعيدي وقبل ما تبقى مصري. انت الضيف بيكرم عندك والضيف بيبقى له واجبه زي ما بيقول. النهارده اللي حصل ان الضيف ما بقالوش واجبه، الضيف مات عندكم، فعليكم مسؤوليه اكبر. روحوا لاهالي الشهداء وقعدوا معاهم. عندنا في الصعيد بيحصل ايه؟ اللي له طار عند التاني بياخد كفن ويروح له. احنا ما بنقولش كفن، احنا بنقول نروح لهم نقعد معاهم نواسيهم نشوف. انا شخصيا انا بقول لحضرتك شخصيا اتصلت بعدد منهم. ده مش حضرتك بس يا فندم، ده كل نواب بورسعيد ده دور واجب وطني عليهم. يا استاذ مجدي اتفضل يا فندم. تعالى ابو انس والعلي محسن والاستاذ سيد الشرباجي اللي هو الوقت في العمره راح النهارده العمره، عرضت عليهم ان يجيبوا اسر الشهداء امهات الشهداء يوم 21 مارس ويجوا لنا نحتفل بيهم في بورسعيد ونستضيفهم استضافه كامله في بورسعيد. يعني احنا يعني بلاش يا فندم اكرم بيه، بلاش الصعب قوي لو سمحت. يعني ايه حضرتك؟ لا يعني عايز اقول ايه خلينا ايه انا في بيني وبينك مشاحنه. حضرتك ايه هتجيب واحد وتقف على الناصيه وانا اقف على الناصيه الثانيه وانا معايا واحد تاني عايز يوفق وجهات النظر، انما لو اتقابلنا لقاء على طول هتبقى في بيني وبينك شده ممكن تبوظ اللقاء. المفروض يعني عايز اقول ايه انت يعني الفهم الشده مش ما بين نواب بورسعيد ولا بورسعيد. يبقى اذا روحوا لهم ما بين الشهداء والقتله كلام محترم. نواب بورسعيد واهل بورسعيد من الموضوع ده بره، بيبينوا ان اذا كان بورسعيد فيها ناس قتلت من بورسعيد او من بره بورسعيد ففي ناس غيرهم. انت عارف انا كنت انتظر ايه يا فندم؟ انا كنت يا اكرم بيه انا كنت انتظر ايه؟ ان حضراتكم كلكم انتم قادرين كنواب بورسعيد تجتمعوا وتقولوا يا جماعه احنا هنطلع شهداء حتى لو التجار في بورسعيد، احنا هنطلع كل ام واب شهيد في مباراه بورسعيد هنوديهم يعملوا عمره او يبقى لهم حج طبقا للي هم عايزينه ومدفوعه الاجر من عندكم. الكلام ده كان ممكن الى حد ما استاذ مجدي يقلل مجدي فضل. انت شخص محترم الله يبارك في حضرتك. يعلم ربنا ان انا اصلا اهم حاجه يعني انا ما رضيتش في حاجات ما مش قادر اتكلم فيها الا لما يعني احس ان الشهيد، لان مهما تعمل لي تعويض التعويض الحقيقي ان يرى اللي قتل ابني يتقتل، هو ده ما فيش تعويض غير كده. انا ما بتكلمش انا ما بقولش ما بنقولش تعويض، ده احنا بنقول عندي موضوع يمكن لما يروحوا السعوديه يا فندم. انا قلته لك من غير ما حضرتك تتكلم. يمكن لما يروحوا السعوديه لا عايز اقول ايه لما يروحوا السعوديه ويبقوا في الكعبه ويقعدوا عند الرسول في الحرم تانية. فكره ثانيه تهدى النفوس. فكره ثانيه جميله وان شاء الله باذن الله يعني تتعمل وباذن الله سهله. طيب قول لنا ايه هي يا فندم؟ مش عايز اعلنها. لا اعلنها من حقنا ان احنا نعرفها. لا
لا ان شاء الله في حاجه باذن الله، بس الجو يهدى. اول ما الجو يهدى هتسمع شيء جميل اتعمل من بورسعيد لاسر الشهداء، لان كل البورسعيديه كل ما يؤلمهم اسر الشهداء. ما تزعلش طبعا، اللي يعني اللي بيتطاول عندنا في الاعلام ده بيننا وبينهم يعني حاجات تانية، اللي الالتراس او الناس اللي بتشتمنا في مكان تاني او بنستحملهم، لكن اللي عايزين نجيب حقهم ويعني نستحمل اي حاجه من عندهم ونبوس دماغهم، انهم اسر الشهداء. فاسر الشهداء لهم عندنا، مش العربيات اللي بقولك عليها، وادعو ربنا ان يكون رئيس مجلس الوزراء وافق النهارده. لو وافق النهارده باذن الله يعني هاخد الموضوع ده وهيتوزع سياره على كل عارف الموضوع ده يجرني الحاجه، ودي لها حديث اخر بقى، مش موضوعنا النهارده. اسر شهداء 73 حرب اكتوبر المجيده، ايوه احنا يعني طبعا الناس اللي حصل في بورسعيد بنتكلم وكلنا بنعتصر من الالم، ولو حد ابنه في الموقف ده لازم هيبقى ميت، لكن برضو اتكلموا بقى انتوا كنواب شعب في كل الشهداء بقى اللي ضحت عشان خاطر مصر باذن الله. في 73 دي مات حوالي 15 او 20 يعني النهارده ناس بتقدم تقول لك اسر الشهداء دي مثلا هيتعلموا ببلاش، ويقول لك مش عارف هندي ده ايه. دخلوا بقى الدنيا كلها كده واتكلموا في كل اسر الشهداء عشان شهداء مصر دول ليهم حق علينا كلنا يا اكرم بيه. انت القلب الجميل، كلامك جميل، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في أقول لك حضرتك. انا عامل في لجنتي، لجنه الصحه، بتكلم في خمس حاجات في الصحه في مصر. واحده منهم الشهداء والمصابين. تمام. انا عايز حضراتكم كمجلس توسعوا بقى زي ما حضرتك بتقول. يا ريت ان شاء الله. انا عايز يا فندم قبل ما اختم مع حضرتك تهتموا بحاجتين، بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم التعليم التربية. ثم لحد زي ما حضرتك، وبعدين والتربيه. ما هو التعليم ما هي اصلا التربيه والتعليم، قصدي ايوه التربيه والتعليم، تهتموا بالتربيه والتعليم، التربيه والتعليم، التربيه والتعليم. عارف الاخوان المسلمين بيعملوا ايه يا استاذ مجدي؟ بيعملوا فعلا، لازم بناء الفرد لازم يكون سليم العقيده، وبعدين الصحه، قوي الجسم، متين الخلق، قادر على الكسب، منظم في شؤونه، نافعا لغير، مثقف الفكر، يعني ده كله يعني محافظ على وقته، ده اللي احنا عايزينه. عايزين نبني الانسان، نبنيه بجد. بشكرك اكرم بيه الشاعر، عضو مجلس الشعب عن بورسعيد، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله. احنا انا بتكلم من